بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليم التعلمية. اليوم إن شاء الله سوف نوجد تمارين التطبيقات الكتابية، الصفحة 63 من كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي. التطبيقات الكتابية، أول آلة موسيقية. إذن أقرأ النص، دائما نقرأ النص ثم بعد ذلك نجيب عن الأسئلة. أنجز على دفتري. أولا أكمل عائلة كلمة فرحة. إذن فرحة، هناك فعل فرحة، هناك يعني فرح، أفراح، مفرح، بما فرحت النغمات العذبة. إذن الجواب في النص، فرحت النغمات العذبة بقدوم يوم جديد. أشكل ما كتب باللون الأزرق في النص. الراعي متوجه إلى المرعى يتقدم. قطيعه كان الليل ما زال يرخي ظلمته. الراعي متوجه إلى المرعى يتقدمه قطيعه، كان الليل ما زال يرخي ظلمته. أملأ كل خانة من الجدول بكلمة من النص. اسم مفرد، إذن سوف نبحث في النص عن اسم مفرد. هناك مجموعة من الكلمات تدل على الاسم مفرد، مثلا الراعي. اسم جمع، مثلا هناك نغمات، نسمات، ألحان، هناك كلمات كثيرة. اسم مؤنث، هناك كذلك أسماء كثيرة منها غابة. اسم مذكر، الليل. إذن هناك أسماء كثيرة في النص. أضع خطا تحت المبتدأ وخطين تحت الخبر فيما يأتي. أضع خطا يعني خط واحد تحت المبتدأ وخطين اثنين تحت الخبر فيما يأتي. الناي أول آلة. الناي أول آلة، إذن الناي مبتدأ، سوف نضع تحتها خطا واحدا. أول خبر نضع تحتها خطين.
النغمات عذبة. النغمات مبتدأ نضع تحتها خط واحد، عذبة خبر نضع تحتها خطين. إذا الناي مبتدأ أول خبر، النغمات مبتدأ، عذبة خبر. أنشئ جملتين اسميتين. دائما الجملة الاسمية تبتدئ باسم، مثلا الفلاح مجد، العلم نافع. الفلاح مجد، العلم نافع. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.